إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، حتى وإن قالوا نحن نحبه نحن نعظمه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منه. فالبدعة مضمونها حقيقة القدح في برسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمون البدعة القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كأن ما يقول هذا المبتدع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة، لأن هناك دين وشريعة ما جاء بها. ثم فيها أيضا في البدعة محذور آخر عظيم جدا، وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الله إذا